أهلا بك. يعني فعليا ما الذي دفع نقابة الصيادلة أن تطلب مغادرة كافة الصيادلة في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وذلك لعدة أسباب؟ نود أن تطلعنا على طبيعة هذه الأسباب وآخر المستجدات المتعلقة في انتظاركم بعد استئناف العمل، بعد تعليقه ومن ثم استئناف العمل، ولكن على ما يبدو أن لا حلول ولا آفاق إيجابية في ما بعد هذا الانتظار. أول إشي بحب أأكد أنه مجلس نقابة الصيادلة مثل ما هو مهتم بمهنة الصيدلة ومهتم بالزملاء والزميلات الصيادلة والمؤسسات الصيدلانية، هو أيضا مهتم بالمواطن الفلسطيني وصحة المواطن الفلسطيني، وجميع الإجراءات النقابية خلال الفترة الماضية والبرنامج الصادر عن مجلس النقابة في جميع البيانات كانت إجراءات جزئية وإضراب جزئي، لأنه مهنتنا هي مهنة إنسانية وأخذنا بعين الاعتبار المواطن الفلسطيني وصحة المواطن الفلسطيني والظروف اللي بنعيشها. إحنا هناك مسودة اتفاقية تم توقيعها مع معالي وزير الصحة بوجود ممثل عن دولة رئيس الوزراء ومندوب عن جهات كانت قد كلفت من قبل سيادة الرئيس بحل مشاكل النقابات والإضرابات. هاي المسودة كان عبارة عن زيادة طبيعة العمل للصيادلة بنسبة 30%، 5% تنزل على الراتب و 25% على القسيمة، وتعتمد حتى يتم استقرار الوضع المالي للحكومة. صار عدة اجتماعات ولقاءات في المواضيع. هذا الاجتماع اللي تم في مجلس الوزراء تم تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء تضم وزير العدل وزير العمل وزير الصحة للاجتماع مع النقابات، نقابة الصيادلة نقابة أطباء الأسنان. تم بالفعل الاجتماع في 7/5 مع اللجنة، تفهموا المطالب نقابة الصيادلة ووعدوا بعرض هذه المطالب على جلسة مجلس الوزراء في الجلسة اللي كانت امبارح 15/5. نتيجة عدم اتخاذ قرار في جلسة مجلس الوزراء لما تم التوافق عليه مع اللجنة الوزارية المؤلفة من وزير العدل وزير العمل معالي وزير الصحة، اتخذ قرار بالطلب من جميع الزملاء والزميلات الصيادلة مغادرة مكان العمل اعتبارا من اليوم 16/5 حتى يوم الاثنين 22/5 اللي هي موعد انعقاد مجلس الوزراء الساعة 2 الظهر. وهذا يشمل جميع الصيادلة. نعم، يعني بصراحة بعد عدم الوصول إلى الاتفاق المرضي بينكم وبين الحكومة، هل تأملون خيرا في القادم من الاجتماعات من اللقاءات؟ يعني احنا متأملين خير ان شاء الله، وبنتمنى ان الحكومة تحافظ على مصداقيتها وان تلتزم بوعودها وأن تعتمد وتصادق على مسودة الاتفاق إذا تم توقيعه مع معالي وزير الصحة، وعلى الحكومة أن تحافظ على مصداقية وعودها وأن تلتزم بإيجاد جسور ثقة ما بينها وبين النقابات المهنية جميعا. نعم دكتور أيمن، اليوم مطلوب من كافة الصيادلة أن يغادروا المؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى كذلك الحال كما تحدثنا في الوزارات. في تمام الساعة كم وماذا عن المستثنى من هذه المغادرة إن وجدت؟ جميع الصيادلة في جميع دوائر وزارة الصحة، الإدارة العامة للصيدلة، إدارة المستشفيات، الرعاية الصحية الأولية، مغادرة مكان العمل الساعة 12. نعم الساعة 12 المغادرة. لكن هل هنالك يعني للبعض الذي يسأل، طب ماذا عن بعض الحالات الإنسانية، ماذا عن المرضى الذين لابد من أن يلتزموا بالالتزام بالأدوية؟ يعني هل تم الأخذ بعين الاعتبار لهذه النقطة على وجه التحديد؟ مدير الصيدلة في جميع الدوائر بيقدر يحدد إيش الحالات اللي ممكن تستثنى أو في ممكن أي حدا يقوم مقامه في أي حالة ممكن تيجي.
نعم، إجمالا نحن نأمل أن يكون هنالك حل سريع لقضية الصيادلة وأن تلبى المطالب وفق ما تم الاتفاق عليه بين النقابة وبين الحكومة. إذا اليوم ستبدأ المغادرة لكافة الصيادلة في الوزارات والمؤسسات الحكومية للأسباب التي ذكرها الدكتور أيمن خماش نقيب الصيادلة في فلسطين. أشكرك جزيل الشكر ونواصل في مشوارنا الصباحي وضمن مشاركاتكم وصباحاتكم. لا تنسوا إمكانية الاتصال من خلال الواتساب على الرقم 00970505.